أعزائي المشاهدين يزيد خان تي في، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم. اليوم جولتنا لمدينة إيسن في دعوة الحضور من السيد بشار الدراجي بمناسبة افتتاحية مركز الثقافي الاجتماعي العراقي، فأهلا وسهلا بكم، كونوا معنا. أعزائي المشاهدين قناة يزيد خان تي في، أهلا وسهلا بكم. الآن نحن في داخل قاعة المركز الثقافي والاجتماعي العراقي في مدينة إيسن. الآن نلتقي بالأستاذ بشار الدراجي حول موضوع فتح هذه المشروع. أهلا وسهلا أستاذ بشار الدراجي، ممكن تحدثنا عن كيفية فتح هذه المشروع والمركز الثقافي الاجتماعي؟ صراحة هذا عمل ومؤسسة عراقية تهتم بالعراقيين وبالجالية العراقية، ونحاول احنا من خلال هذا العمل ان نجمع الجالية تحت هذا السقف الواحد، وهذا التجمع هو يجمع كل اطياف الشعب العراقي من شماله الى جنوبه. وهذا العمل قامت به مجموعة من الشباب والشابات العراقيات المغتربين في ألمانيا لكي يكون هذا مكان ملتقى اجتماعي ثقافي نتحدث فيه عن ثقافتنا العراقية وعن أصولنا وعن أصول بلادنا، بلاد الرافدين، بلاد العراق، ونكون حلقة وصل مع الأخوة اللي وصلوا إلى ألمانيا لاجئين جدد، نقوم لهم بنقدم لهم بعض الخدمات والأعمال اللي تخدم الجالية وتساعدهم في العيش المشترك في ألمانيا. أستاذ، ممكن سؤال، أنتم كم عدد أشخاص قمتوا بفتح هذا المشروع؟ صراحة احنا العدد اللي شارك بهذا العمل فاق 50 نفر، يعني أخوة مشاركة، وتعرف يعني أوقات مختلفة يجون يقومون بهذا العمل يساعدون ويشاركون بالأعمال الإنشائية لإنشاء المركز هذا الثقافي. أستاذ بشار، الأشخاص الذين قاموا معكم في فتح هذا المشروع، هل يوجد أشخاص من أطياف غير مسلمة؟ نعم، عندنا أخوة من كافة الأطياف العراقية، من الأخوة الأيزيديين والأخوة المسيحيين والأخوة الأكراد، نفس الشيء نعم، ساعدونا بهذا العمل وقدموا بعض الخدمات لنا وساعدونا. أستاذ بشار، ممكن توضح لنا كيفية فتح هذا المشروع وكيف يكون العمل فيها وأوقات الدوام، وهل يمكن جميع العراقيين يأتون إلى هذا المكان؟ نعم، هذا المكان مفتوح لكل الجالية العراقية بكل أطيافها، وهذا المكان يقوم بمساعدتهم وتقديم بعض الخدمات لهم من ناحية الترجمة أو بتعريف بعض القوانين أو الأشياء اللي إحنا نعرفها بهذا البلد، فنقوم بمساعدتهم. طبعا المكان دائما مفتوح على نهايات الأسبوع، يعني الخميس والجمعة والسبت والأحد نكون إحنا متواجدين هنا نقدم خدمة ومساعدة. ممكن يعني بس نعرف أوقات الدوام بالمركز، داخل المركز أوقات الدوام وتحديد الأيام، يعني أي يوم من يوم؟ نعم، احنا دوامنا دائما الخميس والجمعة والسبت والأحد ابتداء من الساعة 6 مساء. إلى متى؟ نبقى إلى الساعة 10 أو 11. الأخوة هنا أنا موجودين مساعدة، وهو ملتقى ثقافي ومنتدى. نعم. أستاذ بشار، سؤال الأخير عندنا، هل بإمكانكم وصول صوت الجالية العراقية إلى الجهات المختصة، مثلا الجهات الحكومية، في حالة حدوث أي إشكال؟ نعم، احنا باستطاعتنا أن نوصل صوت جاليتنا العراقية، ونقدر نوصل إلى الجهات المختصة لمساعدتهم، ونوصل رأيهم ونوصل الأشياء اللي هم يطلبوها من عندنا. يعني احنا عندنا حلقة وصل مع المركز، مع المؤسسة الحكومية في مدينة إيسن وفي مدينة ديسلدورف بالتحديد. أعزائي المشاهدين يزيد خان تي في، أهلا وسهلا بكم. الآن نلتقي بالشيخ أبو القاسم رئيس جمعيات العراقية في ألمانيا. أهلا وسهلا بالشيخ أبو القاسم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا في هذه القناة. حقيقة هذه القناة الحاضرة دائما في الحدث، القناة العراقية من القنوات المتميزة حقيقة، من القناة العراقية، قناة أخوتنا اليزيدية، فأهلا ومرحبا بكم ولجميع العاملين على هذه القناة. شكرا جزيلا شيخ. شيخ، ممكن نسأل يعني كم أسئلة رغستك، أنتم كالقائمين بهذا العمل كم
عدد الأشخاص القائمين بهذا العمل لغرض افتتاح هذه المركز الثقافي الاجتماعي للجالية العراقية في ألمانيا. حقيقة هم الأخوة هنا يعني عدد ما شاء الله لا بأس به، يعني ما لا كثير ولا قليل، هم أعتقد 4-5 الأخوة اللي قائمين على هذا العمل، ولكن هناك أخوة وأخوات كثيرات يساهمن في هذا العمل، وهذا عمل جيد، وإحنا شفناهم الأخوة حقيقة قدموا عدة مظاهرات وعدة فعاليات لجانب العراق في احتلال الموصل، في القضية اليزيدية وقضايا كثيرة، فإحنا إن شاء الله نهنيهم وندعمهم بكل ما نستطيع. نعم شيخنا، ما هو الهدف افتتاح هذه المركز؟ هذا المركز أو هذه الجمعية افتتاحها هو عملها أنه التقريب بين وجهات النظر بين العراقيين وبين الألمان، والاندماج بيناتهم وتقارب الثقافات، كما يسعون ويقدمون كل ما يستطيعون في سبيل دعم أهلنا بالعراق بالداخل وفي الخارج، وهذا عمل إن شاء الله إحنا نساعدهم ونقدم لهم كل ما نستطيع عليه، فألف تحية لهم وكل أهلنا العراقيين. نعم شيخ، هذا المنتدى المركز الثقافي الاجتماعي مسموح للجالية العراقية بكامل أطيافها يأتون يحضرون في هذه القاعة؟ نعم، هم هذه القاعة هي قاعة فعاليات واجتماعات، وهم أيضا لهم نشاطات خارج هذه القاعة، بس هذه القاعة أنه كمكان يكون موجود لفعالياتهم لاجتماعاتهم لجلساتهم وما شابه ذلك، وحتى هذه القاعة عملت فيها هناك معارض صور ومعارض أخرى وفعاليات كثيرة، وإن شاء الله في المستقبل سوف نرى الأكثر والأكثر. شيخ، ممكن توضح لنا يعني كيفية مساعدة الجالية العراقية هنا في ألمانيا؟ هل عندكم إمكانيات تساعدون الجالية العراقية؟ أنا على اعتباري كأمين عام مجلس الجمعيات العراقية في ألمانيا، حقيقة إحنا ندعم كل العراقيين وكل الجمعيات وكل الطوائف، وإحنا هدفنا الأول والأخير هو العراق، فألف تحية للعراق وكل العراقيين الأصلاء، وتحياتي للجميع. شكرا جزيلا شيخ أبو القاسم رئيس جمعيات العراقية في ألمانيا، شكرا جزيلا مشاهدين الكرام. مساء الخير على الجميع الأخوة الحضور. اليوم حضرنا كمجموعة يزيدية، كان الأمير أبو الحكم حضرنا ويا الأخوة هنا الشيعة العراقيين بافتتاح جمعية تخدم البلد، تخدم أول شيء بلد ألمانيا، وثانيا تخدم بلدنا العراقيين والجالية العراقية في ألمانيا. فهذا الحضور حقيقة حضور جميل وجيد، وإحنا نتمنى تكثر هيجي جمعيات لخدمة الجالية العراقية في ألمانيا. يعني أحيي كل الأخوة الموجودين أبناء الجالية، ويمكن هذا أول لقاء لي مع حضرتكم. تعقيب على كلام الأستاذ، كل كلام يعني على عيني وراسي، وكان كل كلام يعني الكل يستفاد من عنده، لكن مسألة أنه ركز على أنه لازم نهتم بقضايانا هنا في أرض المهجر، يعني ابتعادا عن قضايا العراق. أعتقد أنه إيد واحدة ما صفق، فهذا الانسلاخ أو الابتعاد أو محاولة ابتعاد عن قضايا العراق، وهي كلها قضايا مصيرية، وأكيد كل واحد بينا قضايا العراق تهمه وتمسه، ويجوز هو جزء من عدها، جزء هو جزء من عدها، فالابتعاد عنها أعتقد مو يعني طريقة سليمة. الابتعاد عن قضايا العراق يعني انسلاخ عن العراق، احنا لازم نبقى متواصلين مع العراق، وقضايا العراق تهمنا. صحيح يجوز ما عندنا ذيك الامكانيات انه نقدم لهم الدعم اللي يحتاجوه المطلوب من عندنا، بس مع ذلك هو حتى الدعم المعنوي هو ايضا مفيد. يعني اذا الان نعقد مؤتمر هنا مثلا، العراق يتعرض الى هجمه، واحنا هنا عقدنا كجاليه عقدنا مؤتمر، وكانت ان كلمتنا المدويه اكيد المجتمع، احنا هنا بنص المجتمع الدولي، اكيد كل الدول المجتمع الدولي راح يسمع كلمتنا، راح تكون كلمتنا لها صدى. ف
مسألة الابتعاد عن قضايا العراق أعتقد يعني إحنا صحيح عندنا مشاكلنا كجالية، عندنا مسألة اللغة، مسألة العمل، مسألة الاندماج، كثير قضايا عندنا صحيح ونركز عليها ونأكد عليها، لكن نقطة مهمة إنه يبقى الوطن الأم وقضايا جدا مهمة، وأعتقد الألمان ما يحترمون المواطن اللي ينسلخ أو ينسى بلده أو يتبرى من عنده، وخصوصا العراق اللي هو يعني مر بأزمات مستمرة ومتتالية. لذلك أو أوصي أبناء الجالية وأن يوصون أبنائهم بأن يستمرون بدعم العراق حتى لو معنويا، حتى لو بكلمة، حتى لو بحرف، ويبقى هذا وطننا يعني مهما يكون. يعني مو الإنسان إنه هاجر أو طلع خارج العراق ينسى بلده ويتبرى من أهله، كليتنا عندنا أهلنا هناك موجودين، باقي عندنا تواصل مع أهلنا هناك. فاعتزازي للأستاذ، أستاذنا هو وكلامه أنا اهتميت به ويعني آخذ به واحترمه، لكن هذا تعقيب بسيط إنه العراق يبقى فوق كل شيء ويبقى هو بلدنا، والغرب ما يحترم المواطن اللي ينسى بلده، لأن اللي ينسى بلده يقول هذا مستحيل يخلص للبلد اللي إجا به هذا. وشكرا جزيلا. طبعا في هيك ظروف يعني مثل ما حكيت أنا بالمحاضرة بالألماني، أمر مهم جدا للغاية في ظروف نمر بها بالمجتمع الألماني، ظروف قاسية جدا راح تكون علينا. صعود اليمين الشعبوي في المجتمع ويخلينا أمام تحديات كبيرة ما نعرفها بالسابق، وتخلينا أيضا نعيد النظر في كثير من الأفكار اللي كنا نحملها وفي طريقة التفكير وتصور الأمور، لأنه الوضع جديد علينا. يعني أنا واحد من الناس إن شاء الله قبل تشريد أرابش بالشون مال أوف دويتش من فورترا قهلت لهابة بس بقى نفرزوخ إيش اسمال سو كونكريتيزير في ديمنشن إيش بيتو من شو لقى قال زو زونس كان شوخ مال أوف دويتش نوخ مال زاقنا. يعني مهمة المركز هنا، أنا واحد من الناس ومعايا أيضا دكتور حسن حلبوس قاعد قبالي، دكتور كمال أيضا، إحنا من القدماء جدا بألمانيا، عشنا ظروف مختلفة، وأهم تجربة اللي مرينا بها إنه إحنا وظفنا تقريبا كل جهدنا وظفناه من أجل قضية العراق ذاك الوقت، يعني من السبعينات إلى هنا إلى هذا اليوم تقريبا كل شغلنا وكل شيء اللي يهمنا كان هو موضوع العراق، شلون نقدر نفضح النظام ذاك الوقت، شلون نقدر نساعد الناس اللي يناضلون، شلون نقدر نساعد أهالينا وإلى آخره. وأقولكم بصراحة إنه النتيجة كانت صفر اليدين، ما حصلنا كل شيء ولا غيرنا أي شيء. يعني كل شغلنا اللي اشتغلناه كان هباء منثورا مع الأسف، بس هذا هو الواقع، أنا لازم أعيش في هذا الواقع مثل ما هو، ما أقدر أشوف الواقع مثل ما أنا أتمناه وإنما هو يفرض نفسه علي. ولهذا السبب المهمة الجديدة بالنسبة لنا، بالنسبة إلي وبالنسبة للناس الآخرين، أنه طالما أني ما أقدر أغير شيء في بلدي، لأن الناس هناك هم يغيرون مو أنا أغير، أنا أقدر أساعدهم بس أقدم لهم دعم استشارة لا أكثر ولا أقل، بس الشغل الحقيقي للتغيير وشغلهم هم اللي يعيشون هذه الظروف يوميا مو أنا. طيب وأنا حياتي هنا أنا بالمجتمع شلون؟ فإذا لازم أعيد النظر تماماً، وكل واحد من عندنا لازم يعيد النظر تماماً، أنه يوجه جهده واهتمامه بحياته بهالمجتمع هذا اللي هو عايش به. خصوصاً الآن ظهور اليمين الشعبوي، اليميني المتطرف، إجرامي، الدولة تسميهم إجراميين، إرهاب اليمين، هذا يفرض علينا مهمات وتحديات كبيرة. قبل كل شيء علينا أن نتعلم لغة حتى نعرف شلون نواجه اللي يريد يحاجج، لازم يعرف شلون يحكي. هذه واحدة من مهمات هالمركز، هذا فتح دورات تعليم لغة، ولا تنسون العربي أيضا، لازم تعلمون أولادكم العربي أيضا، هذه أيضا من المهمات. بس هنا بالمجتمع تحتاجون أن تتعلمون اللغة العربية، مو بس حتى تراجعون دوائر بوحدكم وتعتمدون على أنفسكم وتشتغلون وإلى آخره، وإنما تواجهون أيضا الناس اللي ما يردوكم هنا، تردوهم بالكلام انه ليش انت لازم تكون موجود، شلون القانون الى جنبك مو الى جانبهم.
هذه الأمور كلها تفرض علينا أنه يجب أن نعيد النظر في كثير من الأمور اللي كنا نسويها بالماضي، اللي أخطاء اللي إحنا ارتكبناها أنتم مو لازم ترتكبوها، خليها قدامكم كتجربة. اهتموا بالعمل، اهتموا هنا بالنشاط مع الأحزاب السياسية. يعني ما أقول لكم روحوا انتموا إلى أحزاب سياسية، مو لازم واحد ينتمي إلى حزب سياسي، مو لازم، ولكن نقدر نتعاون وياهم بقضايا معينة. احنا عندنا قاسم مشترك بيناتنا، هو أن نواجه اليمين المتطرف، نريد نحافظ على مجتمع ديمقراطي منفتح، كل إنسان إلى مكانه به، اللي يشتغل ويدفع ضريبة ومشي أموره هذا الإنسان مرحب به، ويقعد ويرتاح بحياته ويكون حياته مثل ما هو يريد، ويمارس عبادته وديانته مثل ما هو يريد. القانون يضمن له الشيء هذا. أكو ناس الآن دا يشتغلون ما يردون له الشيء هذا بالضبط، ما يردون تصوراتهم هم أنه مجتمع واحد فقط، المجتمع الألماني وفقط الجنس الألماني الآري وإلى آخره، الكلام الفارغ هذا اللي انتهى واللي كلفت البشرية ملايين البشر من الموتى والقتلى، يردون يعيدوا مرة ثانية، وهذا الشيء مستحيل أن يصير وبتعاوننا احنا كلنا. فإذا التعاون مع الأحزاب السياسية أمر ضروري جدا أمامكم، التعاون مع النقابات العمالية، يعني صار لي أكثر من 30 سنة عضو نقابة، صح جاز اقول ما حصل شيء، بس من يصير شيء انا اطلع للشارع ويا الناس ويا جماعتي، زين ما اشعر بوحدي، ما اخاف لان وياي ناس ظهري قوي. زين المبادرات اللي تصير في مناطق سكنكم بالجامعات اماكن الشغل وين ما تصيرون، انتموا الها وشجعوها وقووا بها. لا تقول انه اني والله اني شيعي وانا لازم بس ويا جماعتي الشيعيه اشتغل، لو اني فقط عراقي بس ويا العراقيين، هذا كلام فارغ. هذا انت انسان، انت بشر، بغض النظر عن هويتك الوطنيه، بغض النظر عن دينك، عن مذهبك، عن معتقدك، انت قبل كل شيء انسان، والقانون هنا يهتم بك كانسان. هذا ناخذ احنا بنظر الاعتبار ونقوي نفسنا كبشر يعني من الناحيه. انا يعني بالنسبه لي هذه قضايا جدا مهمه، واعتقد المركز هذا ان شاء الله يكون موفقين بشغلكم ابو مراد. انا يعني اثق بك انت يعني انه من المعارضين القدماء السابقين اللي قلوبهم واسعة وليبراليين بالتعامل مع الناس. أنا ما أسأل الإنسان أنت شنو رأيك السياسي ولا آخر، يتعامل وياك كبشر وخلاص، هذا هو، هذا المهم بالنسبة لي. سني، شيعي، يزيدي، مسيحي، يهودي، ما لي علاقة بيك، أنت قدامي بشر، أنا أحترمك وأقدرك كبشر وأتعامل وياك. ولهذا السبب المركز هذا يكون عنده مهمته، أولا تقوية العلاقة بين العراقيين من ناحية أنه شلون نستوعب مشاكلهم ونقدم لهم حلول قدر الامكان. يعني احنا مو كل واحد راح نقدر نساعده، بس اذا انصحك بكلمه واحده او بجمله او ادليك على طريق هم نعم الله. الجانب الاخر من القضيه، الالمان اللي يجون يدخلون عليكم عنده مشكله ويا المسلمين، وعنده مشكله ويا الاكراد، وعنده مشكله ويا العرب، وعنده مشكله ويا الاجانب والى اخره، قلوبكم تكون مفتوحه وتستوعبون هذا. تعالوا احنا نتناقش، شوفنا احنا اللي تكرهنا وليش تكرهنا؟ هذا الحوار مهم جدا بالمجتمع، احنا نحتاجه، وأأمل انه مركزكم هذا يقوم بهذا الحوار، يفتح هذا الباب للكل يعني مو فقط للعراقيين. واشكركم جزيل الشكر على استماعكم. مشاهدينا الكرام، في الختام نستودعكم في امانة الله وحفظه، شكرا لمتابعتكم.